après les instructions de M. Wagner. La actuelle qui entoure la jeunesse de tout ce qui se passe en deux crimes, ou bien deux parties distinctes. الخلل الكبير هو موجود في هذه المحطة اللي موجودين فيها هي مقطع، أن المقطع كانت هذه محطة المقطع المفروض كانت تنتج 500 ألف متر مكعب من الماء، وهي تنتج الآن حوالي معدل سنوي 280 ألف متر مكعب في اليوم، فهذا أحدث بعض من الخلل في إنتاج وتوزيع المياه في ولاية وهران، وقررنا ووضعنا خطة مع شركة أوسي لتسير في هذه المحطة، والأول عملية هي قمنا بلغيزيلياسيون، يعني أنهينا العقد اللي كان الشريك الأجنبي موجود هنا، وضعنا خطة من اللي رانا بدينا فيها باش ابتداء من أول مايو راح نزيدوا في الإنتاج، نوصلوا من 280 ألف متر مكعب في اليوم إلى 370 ألف متر مكعب في اليوم، كان المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية اللي يكون الإنتاج في بداية شهر مايو، يعني أول مايو نوصلوا إلى 370 ألف متر مكعب، وبعد يكون مرحلة ثانية، في المرحلة الثانية راح نوصلوا إن شاء الله، وضعنا خطة باش نوصلوا 500 ألف متر مكعب في اليوم إن شاء الله.